Alright, inshallah. But for the most part, what we're gonna do is, as we start every event, with the barakah of Allah subhanahu wa ta'ala, with the Quran, inshallah. So we ask Sheikh Ahmed Halawa to come up, فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. I'd like to thank Sheikh Ahmed Halawa, and as he ended, Jazakallah khairan. As he ended, Allah subhanahu wa ta'ala is all watching. He knows everything that we do. And may Allah subhanahu wa ta'ala watch over this night and make it a blessed one, inshallah. Say ameen.